عايز أبدأ مع حضرتك سؤال فني إداري. اتفضل. إزاي بيتم الفصل أو إزاي نقدر نفصل في طبعا الأحداث وخضم الأحداث اللي حضرتك شايفها في نادي الزمالك، إن نفصل فريق الكورة ونفصل لاعبتنا عن القصة الإدارية اللي دايرة حاليا في نادي الزمالك بعد استقالة مجلس إدارة وتعيين لجنة تمهيدا لإجراء الانتخابات؟ بص حضرتك، انا طبعا انا سمعت ان مستر اوزوريو شخصيه قويه جدا جدا شخصيه قويه جدا، ومعاه طبعا جهاز محترم، مدحت عبد الهادي و محمد مجدي وأوسة ومحمد مجدي، وعبد ناس الواحد محترمه الصقر. وعملوا نتائج كويسه الفتره الاخيره. في دور للجهاز الفني وطبعا عبد الواحد السيد، في دور كبير جدا لازم يلعبوه مع اللعيبه، واللعيبه طبعا على مستوى عالي بروفيشنال. في طبعا شيكابالا، زيزو، ناس محترمه، الشافي، اوباما، علاء، ونش. فبالتالي لا، المفروض نبقى في وحده لينا ونفصل نفسنا عن كل شيء، لان احنا لعيبه كوره. يعني احنا لعيبه كوره، واحنا يعني انا ده شغلي، انا راجل بروفيشنال. فبالتالي لازم احنا ما نبصش لاي مشكله، لان انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. يمكن في البطوله العربيه كان في اداء محترم من نادي الزمالك، انت واخد بالك، في توفيق وعدم توفيق، لكن النادي الزمالك مر باصعب سنه في حياته خلال الموسم اللي فات. فكان في ضغوط على اللعيبه وفي مشاكل. عايز اقول لحضرتك على حاجه، لما انت تكون في بيت انا وفي مشاكل مع والدي، فبالتالي هتاثر عليا انا اكيد. فدي المشاكل اللي مرت في نادي الزمالك. طبعا كان في الاداره وبتحاول ومشاكل وصراعات فكل دي اثرت على نتائج نادي الزمالك. يعني انا بامانه كويس ان نادي الزمالك دخل في ثالث السنه دي، لان كان بعيد جدا. لكن في الظروف كل دي، العقبات دي والظروف والازمات، ان برضو قوه نادي الزمالك ظهرت بالظبط كده. فبالتالي انا بتكلم ان 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 عناصر الخبرات في نادي الزمالك، القيم الكبيره زي اللعيبه اللي انا قلت لحضرتك عليها، ليها دور كبير جدا خلال المرحله اللي جايه. فلازم هي اللي تقفل على اللعيبه مع المدير الفني ومع الجهاز الفني، اكيد ما يبصوش لاي حاجه، يبصوا هدفهم. واعتقد ان نادي الزمالك راجع وبقوه، لان في عناصر محترمه، ونادي الزمالك هيفضل طول عمره هو نادي الزمالك. لا، نادي كبير، نادي محترم، خرج اجيال. فاتمنى التوفيق ان شاء الله في خلال المرحله اللي جايه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اقاويل كثيره وشائعات كثيره جدا طلعت خلال الفتره الاخيره على الجهاز الفني والتغييرات، ونجيب ناس ونحط ناس وندعم ناس. النهارده مستر اوزوريو بيطلع بتصريحات مهمه جدا، وعقد جلسه مع جهازه المعاون، واكد تمسكه باستمرار كل اعضاء الجهاز الفني اللي معاه. احنا ما نبصش لكلام الناس. ما انت حضرتك لو هتبص لكلام الناس انت بس تحت رجليك. هتقف. فهتقف. وبعدين كان في ناس بتكسر في ناس. انت اخبار حضرتك. لكن فين خبراتي انا وفين عقليتي انا؟ لان بقول لحضرتك نادي الزمالك نادي كبير واكبر من اي حد. فبالتالي واخطر حاجه برضو يا استاذ كريم، ان فعلا الميديا انا لازم اسد وداني. تمام. وابص قدامي يعني. فانا ما ابصش لاي حاجه، وخاصه يعني مدرب على اعلى مستوى حقيقي. ان الراجل بيشتغل باسلوب علمي. وليه سياسه او ليه استراتيجيه وفكر. اول ما طلع ولعب في القصه دي لقينا الناس بتخبط، الناس اتبرجلت. لا مش كده كمان، الناس بتقطع. احنا ليه ما نستناش؟ ما نصبرش. لازم نصبر. الراجل لسه جاي. فلازم نصبر عليه. وبعد كده بصراحه ده عمل وسوى. هو بالنتيجه ولا بالاداء؟